رحبت دولة الإمارات ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غرونبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيقة في الأمن والنماء والاستقرار. وأثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار. وضعت عملية الفارس الشهم 3 حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المدمرة في مدينة خان يونس الذي تموله دولة الإمارات بالتعاون مع بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل، وتنفذه شركة متخصصة لإيصال المياه لسكان المحافظة الذين يعانون من صعوبة وصول المياه بسبب انهيار البنية التحتية وتدمير الشبكات والآبار في مختلف المناطق. وبدأت عمليات إصلاح شبكات المياه المتضررة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية خان يونس لإعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المدمرة لتمكين البلدية من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة والتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه وتجنب الكوارث الصحية. أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إطلاق مشروعها البرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية تهيئ بالتعاون مع وزارة الداخلية. يهدف البرنامج إلى تدريب 3000 إماراتي من فرق الاستجابة للطوارئ، وسيتم تدريب الكوادر من الدفاع المدني ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من فرق الاستجابة للطوارئ في الدولة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025. ويهدف المشروع إلى بناء وتعزيز القدرات الإماراتية في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في كافة القطاعات ذات الصلة في دولة الإمارات. ويعتمد البرنامج على معايير التأهيل الوطني لفريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية الذي قامت الهيئة بتطويره بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات التابعة لوزارة التربية والتعليم. وتغطي معايير التأهيل موضوعات مختلفة مثل فيزياء الإشعاع والكشف عن الإشعاع وإزالة التلوث الإشعاعي من بين مجموعة من المواضيع التقنية. ويوفر البرنامج المؤهلات والشهادات الرسمية لجميع العاملين في مختلف مجالات الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وإداراتها في الدولة. كما يعد البرنامج الوطني أحد المشروعات التحويلية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام 2023-2024 التي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. أجرى مركز أبوظبي للخلايا الجذعية 100 عملية ناجحة لزراعة نخاع العظم تعرف أيضا باسم زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم منذ انطلاق برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في المركز. ويجسد هذا الإنجاز الدور الرائد للمركز في زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية على مستوى الدولة، حيث يقدم علاجات تنقذ حياة المرضى المصابين بمختلف أنواع سرطانات الدم والأمراض الوراثية ومنها مرض الثلاسيميا والمرضى الذين يعانون من الأمراض المناعية الذاتية مثل التصلب المتعدد وغيرها. تقدم منافذ البيع في مهرجان لوا للرطب أكثر من 100 منتج إماراتي من الصناعات المرتبطة بالرطب والتمور والتي استقطبت زوار المهرجان بدورته 20 التي تقام في مدينة لوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. ومن بين المنتجات المعروضة مخلل الرطب وعصير الرطب الطازج وآيس كريم الرطب والتمر المحلي الطبيعي وسكر التمر وقهوة نواة التمر وغيرها من المنتجات المبتكرة المرتبطة بالتمر والرطب. وقال أصحاب مصانع متخصصة بمنتجات الرطب والتمور أن مهرجان لوا للرطب على مدار 20 عاما أسهم في تطوير منتجات الرطب عبر احتفائه السنوي بموسم خرف الرطب، مما يدفع أصحاب المصانع إلى تقديم منتجات منافسة. أهلا بكم مشاهدينا مع نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، ونبدأها بالعناوين.
وكالة مودز تقول إن الإمارات تقود زخم التنويع الاقتصادي بين الدول النفطية. ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الأول إلى أكثر من 8 مليارات و400 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي. تراجع حاد للأسهم الأمريكية ومؤشرا S&P وناسداك عند أدنى مستوى في عدة أسابيع. أهلا بكم مشاهدينا. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي التراكمي لدولة الإمارات أكثر من 15%، متجاوزا معدل النمو التراكمي للقطاع النفطي المقدر بنحو 13% تقريبا خلال الفترة بين 2020 إلى 2023. وأشارت الوكالة في تقرير لها أن دولة الإمارات ضمن سعيها لتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز احتلت المقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمكنت من التحول لمركز دولي رئيسي للتجارة والنقل والخدمات المالية. وأوضح التقرير أن من بين دول مجلس التعاون الخليجي وجزء من رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان وأذربيجان، تعتبر الإمارات الأولى والتي حققت نسبة تقدر بنحو 47% في زخم التنويع الاقتصادي، تليها كازاخستان بنحو 39%. إلى نتائج الشركات، حيث ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول إلى 7 مليارات و800 و427 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8 مليارات و150 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 3%. وقفزت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 15 مليارا و726 مليون درهم خلال نفس الفترة مقابل 13 مليارا و563 مليون درهم في النصف الأول من 2023. إذن وصلت الأرباح إلى 8 مليارات و427 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وارتفع كذلك صافي ربح بنك دبي التجاري إلى 1,452 مليون درهم للنصف الأول من هذا العام بزيادة 18.5% على أساس ما بعد الضريبة. وخلال النصف الأول ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 10% تقريبا لتصل إلى 2,710 ملايين درهم نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات. مشاهدينا، المزيد من الأخبار والتفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سنستعرض معكم أداء أسواق المال الإماراتية في تعاملات هذا اليوم. مكاسب على مؤشر العاصمة أبوظبي 6 نقاط من الارتفاعات إلى مستوى 9269 نقطة. أحجام التداول تتجاوز 72 مليون سهم وقيم التداولات أكثر من 328 مليون درهم. إشراق العقارية تأخذ صدارة الشركات الأكثر تداولا على حسب الكمية 9,400,000 سهم، ثم يليها سهم أدنك للإمداد والخدمات ومجموعة مالتي بلاي، شركة منازل، وأيضا ألف للتعليم القابضة تعود للانضمام إلى قائمة الشركات الأكثر تداولا على حسب الكمية. أما بالنسبة للقيمة العالمية القابضة تترأسها 92,700,000 درهم، أدنك للإمداد والخدمات أيضا ثانيا، الدار العقارية، الفضبي القابضة، مصرف أبوظبي الإسلامي، جميعها ضمن هذه القائمة بتداولات النشطة مع افتتاحية هذا اليوم. ماذا عن سوق دبي؟ إذا كان سوق أبوظبي على ارتفاعات، أما في المقابل سوق دبي يشير إلى مستويات 4,206 نقاط، قيم التداولات أكثر من 200 مليون درهم، وأحجام التداول أكثر من 147 مليون سهم. الشركات الأكثر تداولا على حسب الكمية شعاع كابيتال تترأس القائمة بأكثر من 33 مليون سهم، الإثمار القابضة دريك أنسكال إعمار العقارية، وشركة الخليج للملاحة القابضة أيضا ضمن القائمة بتداولات النشطة بقيم التداولات. أما بالنسبة لأكثر التداولات على حسب القيمة، إعمار العقارية 68 مليون درهم، يليها
فيها سهم الشركة الخليج للملاحة القابضة، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، وأيضا سهم شعاع كابيتال ضمن هذه القائمة. سنبقى من الأسواق الخليجية أو ننتقل من الأسواق الخليجية إلى أسواق النفط، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما محت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط أثر المكاسب التي شهدتها الجلسة السابقة بعد الإعلان عن انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تراجعت مخزونات الخام بمقدار 3,700,000 برميل لتسجل 436,500,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 19 من شهر يوليو الحالي. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 5,600,000 برميل الأسبوع الماضي لتسجل 227,500,000 برميل. سنتعرف على أداء أسواق الأسهم الخليجية والعربية بداية مع سوق الأسهم السعودية. تاسي يشير إلى تراجعات ب 16 نقطة مئوية، يخسر 68 نقطة ويشير إلى مستويات 12,030 نقطة، وقيم التداولات تتجاوز 1,400,000,000 ريال سعودي. المؤشر في السوق الأول للبورصة الكويتية على ارتفاعات بحوالي 13 نقطة مئوية، يضيف 15 نقطة إلى مستويات 5,838 نقطة، وقيم التداولات تتجاوز 1,900,000 دينار كويتي. إلى البورصة القطرية مشاهدين تراجعات كما نشاهد، وقيم التداولات تتجاوز 60,000,000، 13 نقطة مئوية إلى مستويات 10,103 نقاط. أما بالنسبة للسوق في البحرين، إذا ما ألقينا نظرة، السوق في البحرين على تراجعات بأربعة نقاط، ربع النقطة المئوية إلى مستويات 1,973 نقطة. إلى سلطنة عمان ومؤشر بورصة مسقط، تراجعات طفيفة بنقطة واحدة عند 4,653 نقطة. أما بالنسبة للبورصة المصرية مشاهدينا، فهي في عطلة لهذا اليوم. مشاهدينا إلى الأخبار العالمية، حيث خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع الفائدة على القروض ذات أجل عام واحد بأكبر قدر منذ شهر أبريل 2020 بعد أيام من خفض معدل الفائدة الرئيسي قصير الأجل، في إشارة إلى دعم أكبر للاقتصاد المتباطئ. خفض البنك المركزي سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.3%، وهو أول خفض منذ ما يقارب من عام. جاء الخفض بعد تقليص البنك المركزي الصيني لإعادة الشراء العكسي الريبو، وذلك لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس يوم الاثنين الماضي. وتؤكد سلسلة تخفيضات معدلات الفائدة التي أجراها بنك الشعب الصيني الحاجة الملحة المتزايدة للسلطات لدعم النمو، والذي جاء أسوأ من المتوقع في الربع الثاني، حيث كان تعثر الإنفاق الاستهلاكي أقوى من طفرة الصادرات. في أوروبا مشاهدين، ارتفعت أرباح شركة أورنج الفرنسية للاتصالات في الربع الثاني بفضل الأداء القوي في أفريقيا والشرق الأوسط، وزادت الأرباح الأساسية للشركة بعد الإيجارات بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 3,370,000,000 دولار، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات مقدمة من الشركة لربح قدره 3,100,000,000 دولار. وساعد في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط، حيث نمت الإيرادات بنسبة 10.3%. وفي أوروبا انخفضت الإيراد بنسبة 22%، لكنها ما زالت تحقق أرباحا هناك. ومن أخبار الشركات الأمريكية، حققت شركة آي بي إم أرباحا وإيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، وتتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر لعام 2024 إلى أكثر من 12 مليار دولار. كما ارتفع صافي الدخل إلى 1,830,000,000 دولار، أي ما يعادل 6.96 دولار للسهم، مقارنة بمليار و580,000,000 دولار قبل عام. وارتفعت الإيرادات الفصلية بحوالي 1.9% على أساس سنوي عند 15,770,000,000 دولار. وفي وول ستريت مشاهدينا، تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر فادحة في جلسة الأمس، وتراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاث، حيث أغلق المؤشران ستاندرد أند بولز 500 وناسداك عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. وترجع بعض التحليلات هذا الانخفاض إلى الأرباح الضعيفة لشركتي تسلا وألفابت، رغم أن الأخيرة حققت نتائج فصلية فاقت التوقعات، مما قوض من ثقة المستثمرين في شركات التكنولوجيا العملاقة التي كانت تقود
يعود صعود الأسهم، بينما يرى محللون آخرون أن العوامل الجيوسياسية لها تأثير بالغ على الأسواق، خاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد في المشهد السياسي الأمريكي. أما بالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الكبير، كيف كان تأثيرها على مؤشرات الأسواق الأمريكية التي تشحت باللون الأحمر إغلاق متراجع على إنفيديا التي خسرت قرابة 6.7% إلى مستويات 114.39 دولار. مايكروسوفت أيضا تراجعت ب 3.6%، خسرت حوالي 16 دولار عند 428.86 دولار. أبل تراجعت بنسبة 2.9% وأغلقت عند 218.52 دولار. والفابت التي تراجعت ب 5% بالرغم من إعلانها لنتائج فصلية كانت قد فاقت التوقعات، إلا أن الإنفاق الرأسمالي على قطاع الذكاء الاصطناعي لم يكن مرحب من قبل المستثمرين، إذ يصل متوسط الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حوالي 82% تقريبا من متوسط الخمس سنوات الماضية، وبالتالي كان هناك تراجعات على الفابت خلال الجلسة الماضية بأكثر من 5%. ميتا أيضا على تراجع 5.6 ومستويات 461.17 دولار. أمازون تراجعت بنسبة 3% إلى مستويات 180.83 دولار. سهم تسلا تراجع بأكثر من 12 نقطة إلى مستويات 215.51 دولار. وتأجيل الإنفاق على الروبوت تاكسي لربما أثر على إغلاق السهم خلال الجلسة الماضية. أما بالنسبة لكوالكوم 6.3% من التراجعات على السهم، ويغلق عند 181.05 دولار. هذا مشاهدينا بالنسبة لإغلاق الأسواق أو إغلاق المؤشرات لأسهم التكنولوجيا. نبقى مع أخبار الشركات الأمريكية، إذ أعلنت شركة فورد موتورز عن تراجع صافي دخلها المحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي أكدت توقعاتها المالية السابقة لباقي العام، مما خيب من آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في رفعها، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافي دخل قدره 1.830 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 1.920 مليار دولار قبل عام. وفي تعاملات ما بعد الجلسة، هبط سهم فورد بنحو 12% بعد أن أنهى تداولات أمس منخفضا بأكثر من 1.1% عند 13.65 دولار. نتعرف سريعا على أداء أسهم شركات السيارات الأمريكية والشركات العالمية المدرجة في وول ستريت. نبدأها مع جنرال موتورز، ارتفعت بحوالي 20 نقطة مئوية عند 46.48 دولار. وأيضا ننتقل إلى سهم ستيلانتس، تراجعات ب 2.5% إلى مستويات 19.60 دولار، وخسرت حوالي 50 سنت للسهم الواحد. فورد موتورز تراجعت بنسبة 1.3% وأغلقت عند 13.65 دولار. أما بالنسبة لسهم فيراري فقد تراجع بنسبة 2.1% إلى مستويات 414.28 دولار للسهم، وتويوتا بنسبة 1.8% من التراجع إلى مستويات 197.13 دولار. وأخيرا هوندا على تراجعات ب 23% إلى مستويات 31.17 دولار للسهم الواحد. من الأسهم الأمريكية وأسهم السيارات إلى المعادن الثمينة مشاهدينا، فقد تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% في المعاملات المبكرة اليوم، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعادلات الفائدة هذا العام. نشاهد الذهب معكم مشاهدينا تراجعات بنسبة تقارب 1% إلى 23.58 دولار قيمة الهبوط. أما بالنسبة للمستويات الحالية فهي عند 2374 دولار للأونصة الواحدة. ماذا عن الفضة؟ الفضة أيضا على تراجعات بنسبة 3.7% تخسر $1.07. إذا هبوط حاد على الفضة أيضا، 27.92 دولار هي المستويات الحالية بالنسبة للأونصة. البلاتين أخيرا مشاهدينا، وتراجعات بحوالي 18 نقطة مئوية إلى مستويات 940.15 دولار. مشاهدينا سنتعرف أيضا على أداء العملات المشفرة، ولكن ننتقل إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سنستعرض معكم أداء أسواق المال الإماراتية في تعاملات هذا اليوم. مكاسب على مؤشر العاصمة أبوظبي 6 نقاط من الارتفاعات إلى مستويات 9269 نقطة. أحجام التداول تتجاوز 72 مليون سهم وقيم التداولات أكثر من 328 مليون درهم. إشراق العقارية تأخذ صدارة الشركات الأكثر تداولا على حسب الكمية 9,400,000 سهم، ثم يليها سهم أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة مالتي بلاي، شركة منازل، وأيضا ألف للتعليم القابضة تعود للانضمام إلى قائمة الشركات الأكثر تداولا على حسب الكمية. أما بالنسبة للقيمة العالمية القابضة تترأسها 92,700,000 درهم أدنوك للإمداد والخدمات أيضا ثانيا، الدار العقارية، الفضب القابضة، مصرف أبوظبي الإسلامي، جميعها ضمن هذه القائمة بتداولات نشطة مع افتتاحية هذا اليوم. ماذا عن سوق دبي؟ إذا كان سوق أبوظبي على ارتفاعات، أما في المقابل سوق دبي يشير إلى مستويات 4,206 نقاط، قيمة تداولات أكثر من 200 مليون درهم وأحجام التداول أكثر من 147 مليون سهم. الشركات الأكثر تداولا على حسب الكمية شعاع كابيتال تترأس القائمة بأكثر من 33 مليون سهم، الإثمار القابضة دريك أنسكال إعمار العقارية، وشركة الخليج للملاحة القابضة أيضا ضمن القائمة بتداولات نشطة بقيم التداولات. أما بالنسبة لأكثر التداولات على حسب القيمة إعمار العقارية 68 مليون درهم، يليها سهم الشركة الخليج للملاحة القابضة، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، وأيضا سهم شعاع كابيتال ضمن هذه القائمة. سنبقى من الأسواق الخليجية أو ننتقل من الأسواق الخليجية إلى أسواق النفط، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما محت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط أثر المكاسب التي شهدتها الجلسة السابقة بعد الإعلان عن انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تراجعت مخزونات الخام بمقدار 3,700,000 برميل لتسجل 436,500,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 19 من شهر يوليو الحالي. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 5,600,000 برميل الأسبوع الماضي لتسجل 227,500,000 برميل. سنتعرف على أداء الأسواق الأسهم الخليجية والعربية، بداية مع سوق الأسهم السعودية. تاسي يشير إلى تراجعات ب 16 نقطة المئوية، يخسر 68 نقطة ويشير إلى مستويات 12,030 نقطة، وقيم التداولات تتجاوز 1,400,000,000 ريال سعودي. المؤشر في السوق الأول للبورصة الكويتية على ارتفاعات بحوالي 13 نقطة المئوية، يضيف 15 نقطة إلى مستويات 5,838 نقطة، وقيم التداولات تتجاوز 1,900,000 دينار كويتي. إلى البورصة القطرية مشاهدين تراجعات كما نشاهد، وقيم التداولات تتجاوز 60,013 نقطة المئوية إلى مستويات 10,103 نقاط. أما بالنسبة للسوق في البحرين، إذا ما ألقينا نظرة، السوق في البحرين على تراجعات بأربعة نقاط، ربع النقطة المئوية إلى مستويات 1,973 نقطة. إلى سلطنة عمان ومؤشر بورصة مسقط، تراجعات طفيفة بنقطة واحدة عند 4,653 نقطة. أما بالنسبة للبورصة المصرية مشاهدينا، فهي في عطلة لهذا اليوم. مشاهدينا إلى الأخبار العالمية، حيث خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع الفائدة على القروض ذات أجل عام واحد بأكبر قدر منذ شهر إبريل 2020 بعد أيام من خفض معدل الفائدة الرئيسي قصير الأجل، في إشارة إلى دعم أكبر للاقتصاد المتباطئ. خفض البنك المركزي سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.3%، وهو أول خفض منذ ما يقارب من عام. جاء الخفض بعد تقليص البنك المركزي الصيني لإعادة الشراء العكسي الريبو، وذلك لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس يوم الاثنين الماضي. وتؤكد سلسلة تخفيضات معدلات الفائدة التي أجراها بنك الشعب الصيني الحاجة الملحة المتزايدة للسلطات لدعم النمو، والذي جاء أسوأ من المتوقع في الربع الثاني، حيث كان تعثر الإنفاق الاستهلاكي أقوى من طفرة الصادرات.
في أوروبا مشاهدين ارتفعت أرباح شركة أورنج الفرنسية للاتصالات في الربع الثاني بفضل الأداء القوي في أفريقيا والشرق الأوسط، وزادت الأرباح الأساسية للشركة بعد الإيجارات بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 3.370 مليون دولار، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات مقدمة من الشركة لربح قدره 3.1 مليار دولار. وساعد في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط حيث نمت الإيرادات بنسبة 10.3%. وفي أوروبا انخفضت الإيراد بنسبة 22%، لكنها ما زالت تحقق أرباحا هناك. ومن أخبار الشركات الأمريكية، حققت شركة اي بي ام أرباحا وإيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، وتتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر لعام 2024 إلى أكثر من 12 مليار دولار، كما ارتفع صافي الدخل إلى 1.830 مليار دولار، أي ما يعادل $1.96 للسهم مقارنة ب1.580 مليار دولار قبل عام. وارتفعت الإيرادات الفصلية بحوالي 1.9% على أساس سنوي عند 15.770 مليار دولار. وفي وول ستريت مشاهدين، تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر فادحة في جلسة الأمس، وتراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاث، حيث أغلق المؤشر ستاندرد أند بولز 500 وناسداك عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. وترجع بعض التحليلات هذا الانخفاض إلى الأرباح الضعيفة لشركتي تسلا وألفابت، رغم أن الأخيرة حققت نتائج فصلية فاقت التوقعات، مما قوض من ثقة المستثمرين في شركات التكنولوجيا العملاقة التي كانت تقود صعود الأسهم. بينما يرى محللون آخرون أن العوامل الجيوسياسية لها تأثير بالغ على الأسواق، خاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد في المشهد السياسي الأمريكي. أما بالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الكبير، كيف كان تأثيرها على مؤشرات الأسواق الأمريكية التي تشحت باللون الأحمر إغلاق متراجع على إنفيديا التي خسرت قرابة 6.7% إلى مستويات 114.39 دولار. مايكروسوفت أيضا تراجعت ب 3.6%، خسرت حوالي 16 دولار عند 428.86 دولار. أبل تراجعت بنسبة 2.9% وأغلقت عند 218.52 دولار. وألفابت التي تراجعت ب 5% بالرغم من إعلانها لنتائج فصلية كانت قد فاقت التوقعات، إلا أن الإنفاق الرأسمالي على قطاع الذكاء الاصطناعي لم يكن مرحب من قبل المستثمرين، إذ يصل متوسط الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حوالي 82% تقريبا من متوسط الخمس سنوات الماضية، وبالتالي كان هناك تراجعات على ألفابت خلال الجلسة الماضية بأكثر من 5%. ميتا أيضا على تراجع 5.6 ومستويات 461.17 دولار. أمازون تراجعت بنسبة 3% إلى مستويات 180.83 دولار. سهم تسلا تراجع بأكثر من 12 نقطة إلى مستويات 215.51 دولار. وتأجيل الإنفاق على الروبوت تاكسي لربما أثر على إغلاق السهم خلال الجلسة الماضية. أما بالنسبة لكوالكوم 6.3% من التراجعات على السهم، ويغلق عند 181.05 دولار. هذا مشاهدينا بالنسبة لإغلاق الأسواق أو إغلاق المؤشرات لأسهم التكنولوجيا. نبقى مع أخبار الشركات الأمريكية، إذ أعلنت شركة فورد موتورز عن تراجع صافي دخلها المحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي أكدت توقعاتها المالية السابقة لباقي العام، مما خيب من آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في رفعها، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافي دخل قدره 1.830 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 1.920 مليار دولار قبل عام. وفي تعاملات ما بعد الجلسة، هبط سهم فورد بنحو 12% بعد أن أنهى تداولات أمس منخفضا بأكثر من 1.1% عند $13.65.
نتعرف سريعا على أداء أسهم شركات السيارات الأمريكية والشركات العالمية المدرجة في وول ستريت. نبدأها مع جنرال موتورز، ارتفعت بحوالي 20 نقطة مئوية عند 46 دولار و 48 سنت. وأيضا ننتقل إلى سهم ستيلانتس، تراجعات ب 2.5% إلى مستوى 19 دولار و 60 سنت، وخسرت حوالي 50 سنت للسهم الواحد. فورد موتورز تراجعت بنسبة 1.3% وأغلقت عند 13 دولار و 65 سنت. أما بالنسبة لسهم فيراري فقد تراجع بنسبة 2.2% إلى مستوى 414 دولار و28 سنت للسهم، وتويوتا بنسبة 1.8% من التراجع إلى مستوى 197 دولار و13 سنت، وأخيرا هوندا على تراجعات ب 23% إلى مستوى 31 دولار و17 سنت للسهم الواحد. من الأسهم الأمريكية وأسهم السيارات إلى المعادن الثمينة مشاهدينا، فقد تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% في المعاملات المبكرة اليوم وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة هذا العام. نشاهد الذهب معكم مشاهدينا تراجعات بنسبة تقارب 1% إلى 23 دولار و58 سنت قيمة الهبوط. أما بالنسبة للمستويات الحالية فهي عند 2374 دولار للأونصة الواحدة. ماذا عن الفضة؟ الفضة أيضا على تراجعات بنسبة 3.7% تخسر دولار و7 سنتات، إذا هبوط حاد على الفضة أيضا، 27 دولار و92 سنت هي المستويات الحالية بالنسبة للأونصة. البلاتين أخيرا مشاهدينا وتراجعات بحوالي 18 نقطة مئوية إلى مستويات 940 دولار و15 سنت. مشاهدينا سنتعرف أيضا على أداء العملات المشفرة، ولكن ننتقل إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.